بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اتمنى تكونوا بألف خير ومبارك عواشير، والله يدخل علينا هذا رمضان بالصحة والهنا يا ربي. بغيت نشارك معكم واحد الطاجين اللي صحي ومفيد، كيتواجد بدقائق بسيطة وما كيشدش الوقت. المكونات اللي عندنا في الطاجين هو شويه ديال الكبده وشويه ديال القلب. انا هنا عندي 500 غرام بالكبده والقلب، والتوابل اللي غادي نحتاجه في الطاجين شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال الملح، شويه ديال الكركم، شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفل الاسود. هنا عندي كذلك جوج حبات تاع البصل، جوج حبات تاع الثوم، شويه ديال القزبر والمعدنوس، زيت الزيتون ديال الطبخ. بقاو معايا نوجد المكونات وانا معكم. هنا غادي ناخذ واحد الطاجين، غادي نديرو على نار مهيله، غادي نديرو الزيت ديالنا ديال الطبخ، هنا غادي نزيدو البصل اللي قطعته بهذا الشكل هذا، وجوج حبات تاع الثوم، غادي نديرو شويه ديال الملح، وغادي نخلو هذا البصل ديالنا يتشحر مزيان. هنا غادي نرجعو البصل ديالنا، هنا غادي ندير اخواتي التوابل اللي ذكرت معاكم. غادي نزيد القزبر والمعدنوس، هنا ضفت الكبده والقلب. هاد البصل اخواتي غادي نضيف ليه واحد النقيطه ديال الماء باش ليا ما تطلقش الماء، وغادي ندير شويه ديال البابريكا، نسيت ما ذكرتهاش معكم. هنا كما قلت لكم غادي ندير واحد النقطه ديال الماء، هذا البصل بان ليا ما تيطلقش الماء، غادي ندير واحد النقيطه ما مغلي، يكون الماء مغلي مزيان. دابا غادي نغلقوا الطاجين تاعنا، خلوه يطيب نار مهيله. هنا احبابي رجعت معكم الطاجين تاعنا، ها هو الطاجين ديالنا واجد، 10 دقائق ما دارعش، ما شاء الله هو واجد. دابا غادي نزوقو بشويه ديال المعدنوس، هنا اخواتي الطاجين تاعنا رفقت معاه واحد السلطه ديال لافوكا والتفاح والليمون. ونتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنبغي نشكر كاع الناس اللي كدير لي لايك وكدير لي بارطاج وكدير لي لايك الزوينين اللي كيزيدوا حفزوني نبقى معكم كل يوم. ونتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو اخر ما تبخلوش عليا بالبارطاج ولي لايك، وشكرا.